طريق الحزام الاقتصادي. هذا هو، لذلك احنا جاي نعاني مشكلة، نعاني زين. هسان اليوم كدولة عراقية، اليوم انا اتحدث بلسان الدولة العراقية، اريد اسولف وياكم بلسان الدولة. احنا سوينا ميناء الفاو، احنا سوينا ميناء غلط. لا لا، سوينا ميناء الفاو، سوينا ميناء الفاو، اتفقنا ويا الشركه الكوريه تنتج لنا، تسوي لنا ميناء الفاو، تهيئ لنا ميناء فاو. زين، كملت الميناء، ما يخرج من الميناء وين يروح؟ احسنتم، وجاي اقول لك يا منظومه، هو مو ميناء. الميناء يجي بالضبط مثل الميكانو، شيء يتركب بشيء، مو اذا تسوي الميناء تخشبر الناس، تغش الناس يابا، هذا الميناء وراح يجيكم 200 مليار دولار سنويا. يا غشيم الحجاره هذا، يا انسان ما عنده وعي اللي يتكلم هكذا. زين، قناه السويس ايش قد تدخل مصر الان؟ هاي الهوس اللي جاي تشوفها انت الان، ايش قد تدخل لها؟ 5 مليار دولار سنويا. ايش عندنا النفط اكثر منها بكثير. الموضوع مو هيجي، الموضوع ان تتحول الى دوله تلتحق بمنظومه التصنيع بهاي المنطقه. الصين تعطيك جزء من صناعتها، هكذا هي الصين، هي تريد انت تستفيد وانا استفيد، هكذا هو المشروع طرح. جزء من الصناعات الصينية تتحول إلى العراق، نصنع كمبيوترات، نصنع رامات، نصنع أجزاء من السيارات، نصنع هاي الصناعة العالمية كلها، إحنا نتحول جزء من هاي المنظومة. لذلك الرئيس الأمريكي شخصيا يقول يجب أن نتصدى له. من اللي رفضها بالعراق؟ رفضها كل السياسيين اللي موجودين. أنا هسه شوف أنت الآن، دائما أقول أنا أتحدى واحد يتكلم، أنا قبل سنة حكيت هذا الكلام. ليش؟ لا لا أستاذ كريم، يعني الآن هل من المعقول أنه أنا عندي كل القوى السياسية هي رافضة لواقع تطوير العراق، وبالتالي أن يصبح العراق دولة محترمة، دولة يعتد بها، دولة تمتلك صناعة؟ بس فقدوا الإرادة. إحنا الآن الأستاذ دريد يقول لدينا إرادة. لا، إحنا فقدنا الإرادة وفقدنا المشروع. لا لا، احنا كعراقيين لو كسياسيين ما لي دخل. انا اتحدث كسياسيين. هو العراقي شنو؟ انا صار لي قد اتكلم، شنو سويت؟ انا كل اللي اريد اوصله للناس. بس القرار بيدي. لا، راح الفاو، انطوه خلاص، عبره والذئب وشربه ماء ورا الفاو خلاص. والان راح البنى التحتيه الان جاي يحولوها للبيع، الان جاي يحضروها، النفط جاي يحضروه. التحقنا، انت تعرف رئيس الوزراء وقع عقد مع الاردن لمد انبوب نفط من البصره الى ميناء العقبه ب 18 مليار دولار. هذا قرض سيادي، ويبنون هناك ميناء للعراق هناك على العقبه، وبي معامل بتروكيماويات. ليش العراق؟ ليش ما بناء بالعراق استاذ كريم؟ ليش ما بناء بالعراق؟ زين، ما هو عندك برلمان، عندك برلمان عراقي. وين البرلمان العراقي؟ عندك شارع، الشارع العراقي وين من الحكومة العراقية؟ شارع ميت، هذا هو اللي جاي أقوله، شارع ميت. برلمان مستهتر، وحكومات مستهترة، كتل حزبية مستهترة، استهتار بالعراق، والله العظيم استهتار، جاي يستهترون. أكو واحد يسوي هاي، أنا جاي أعطيك بديهيات الاقتصاد الآن، جاي تربطني الكاظم اللي ما يعرف يحكي له جملة، هو اللي يقيم اقتصاد العراق الآن ويروح يوقع. هو رئيس الوزراء الآن، ماكو غيره يعني أستاذ كريم، هو رئيس الحكومة العراقية. يعني قبل نخلي غيره يوقع. طبعا هو رئيس الحكومه، من غيره؟ هو المخول الوحيد. الان شلون تنطي الكاظمي ورقه بيضاء بيها بنود؟ هاي البنود تسمح له ببيع العراق، تسمح له ببيع النفط، ببيع الشركات، ببيع الكهرباء، ببيع المياه، ببيع كل القوى السياسيه. طت يا استاذ كريم، الان شنو المشكله؟ كلها ساكته،